في طيلة شهر رمضان تجد المواطنون يتنافسون لتنظيم موائد إفطار الصائم عبر كل ولايات الوطن، والعينة من بلدية بريان الذي اختار سكانها مكان استراتيجي وهو الطريق الوطني رقم واحد لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين وعابري السبيل. الحمد لله على هذه المائدة، مائدة إفطار الصائم، مائدة الأخوة في بلدية بريان ولاية غردية اللي رأي في طبعتها 17. الحمد لله بفضل المحسنين وبفضل العمال وبفضل الشباب وبفضل الأمهات أن هذه المائدة رأي قائمة ورأي مستمرة إن شاء الله. وهذه المائدة اللي رأي كل يوم الحمد لله التقي فيها الجزائريين من كل أنحاء الوطن، من تلمسان إلى تبسة ومن تيزي وزو إلى تمرس. ها نحن هذا العام 1445 2024 في الطبعة 17 من مائدة رمضان في مسجدنا هذا، نتمنى إن شاء الله بها رحمة للبلاد والعباد. ندعو الناس يجيوا لنا البريان، رانا في المسجد القائمين بينا متصلين فينا، والحمد لله الناس ما عندهم كل خير وربي يطرح البركة. مبادرات التلاحم والتعاون ليست بجديدة عن الشعب الجزائري، ومائدة إفطار الصائم ببلدية بريان لا خير دليل على ذلك.